مساء الخير، اسمحوا لي بداية أن أشكر الدكتورة شيرين العدوي على دعوتها الكريمة للمشاركة في مبادرة كل يوم شاعر التي أطلقتها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر. قصيدتي الأولى بعنوان نغم. رحلة الشعر والصعاب جناح، عانق الموج واستقل السحاب، نكأ الجرح عبقريا وأدمى مقلة الليل واستطاب العذاب. هو من برعم الجراح ورودا في دروبي فألهمتني الصواب. ما صحبت الهموم لولا علاه، لا ولا بنت للنجوم انتسابا. أعطني الناي يا صديق، وأشعل جمرة الشعر في الطلوع شهاب. ضمني مع رائس الفجر وهجا، ومع الليل بوحه والعتاب. خلني في مواكب النور شوقا، عند مرداد رد جسمي ترابا. كلما أذن المؤذن فيها خلت أجراسها ترد الجواب. القصيدة الثانية ضجيج العود. في موسم الحب أي الحب نحتاج؟ أكل قلب وليد الضوء وهاج، أغازل البحر عل البحر يحضنني، يغار من غزلي رمل وأمواج، وللمواعيد أزهار تعذبها، آهات دمع وأسوار وأبراج. أحتاج ألف غروب، ألف قافية، ألفا وألفا من الأبيات أحتاج. أحتاج قلبا كوشم الطيف مبسمه، كصوت طفل، وصوت الطفل مغناج. أحتاج طيرا لسرب الغيم يحملني، وشمس أيلول للعشاق إفراج. والآن أصحو على حلم يؤرقني، يهدهد الدمع في أهداب مناج. يراقص الحرف نخلا في زنابقهم، أسائل الريح هل في الحب إحراج. يا ورد سبح، فنبض الحبر ملتهب. يا ورد سبح، فنبض الحبر ملتهب. يا ماء سافر، فعين الله معراج. صمت أنا في ضجيج العود مختبئ، وضوء عيني كم يحتاج. يحتاج صمت أنا في ضجيج العود مختبئ، وضوء عيني كم يحتاج. يحتاج. النص الثالث: لا تقرب الحب، لا تقرب الحب، كن للحب نجواه، وكن حروفا وزد من وحي معناه، واكتب قصيدا على أوراق زنبقة، واسرد لنا قصصا إن طابت الآه. لا تجرح العطر، كن للورد ساقية، فالعطر ماء الهوى والعشق أحلاه. يداعب الصبح صوتي في تموجه قلب، يرد الصدى دمعا ويخشاه. لا تقرب الحب، دع أوراقنا ورقا، يردد العمر لن أنساه أنساه. يمضي حبيبي بعيدا عن مدى نظري، نا
ناشد الروح عل الروح تلقاه يأتي صداه أرى ما لا يرى قلم فأي قافلة ردت وحياه لا تسأل القلب لا تسأل القلب إلحاحا ومعرفة فالعشق أبلغ عشقا لو عشقناه.